صالح. اش نقول لك اخاي الحبيب، انا ملي كنت عندي 12 عام وحنا كنعملوا هاد التويشيات بحال هيدا تسود الدريوس وكذا، وهادي بدينا في الاول مع خوتنا كباري ولاد عمنا فهمت. دابا هاد البارك هذا معروف دعز الزيوس، دعز الزيوس يعني اصحاب البشره السوداء فهمتي كنتسمى في هاد الحومه هادي. كاين الاقبال الصراحه الله، ولكن كاين ثمره ديال البصح وهادشي كامل باش نحاربوا شي وجد الفشل وكذا وهادي باش نجيبوا الفليسات تاع مور العيد. لان فهمتي مور العيد كاين الدخول المدرسي كاين شي وجد الملابس وهادي، ما يمكنش نبقاو انسيستين على والدينا بزاف فهمت. اذا ضروري كنعملوا شويه د هادي وكذا. وعلى فكره انا وباترون وفلوس فاتسه كل شيء. شكرا الله خاك هادشي بحال هادشي معمول ما كان كنظفوا المكان كيرجع هذاك الشيء نظيف توجور. وانتم بحال اللي كتشوفوا هنايا هي الدار ما هادو كيجيو الدراري تفاسن هنايا كذا وكيشريو معهم مع الدراري هنايا طنجة وكذا وما كيطلعوا تما يخدموا بهم عاود وكذا فهمتي. وكتبقى ديك الثقافة المغرب انت هنا كتعرف من هنا من هنا. وهادشي هذا داير في حي جديد وعيد مبارك سعيد والسلام عليكم. انتم كتشوفوا الحمد لله هنايا في حومه اسبانيول عندهم الاجيال اللي جازت قبل منهم دابا كبروا تبارك الله. دابا هادو الاجيال الصغار عاد التقاليد اللي عندهم ديال اللي كيشوفوا طريوس تبارك الله راه مجا هادي راه واحد 30 سنه وزياده. هادو راه غير الاولاد ديالهم والاخوات ديالهم وكنتمنوا لهم الحمد لله هاد زعما ما يبخلوش على هاد المسيره ديالهم اللي كيعملوا ديال شويه الريوس ودائما الامام ان شاء الله. هاد المناسبه هادي كتكون مره في السنه كدوز مزيانه وكنفرحوا فيها والدراري كتعاون بعضيتها وكنكونوا يد في يد مع بعضيتنا وكنباركوا العواشر على بعضيتنا والحمد لله كلشي كيدوز بخير. تحيه للناس السواني. اجواء العيد اجواء ممتازه، العيد الاضحى العيد الكبير الناس كينسازموا مع بعضيتهم واش نكتو السرور ديال الشباب وانسجام مع بعضيتو. عيد عيد مبارك سعيد. حيد الحمود برجيكا يعني الشباب ديال الحي يعني الحمد لله دايره اكثر من 15 سنه وهاد الاخوه كيعملوا شويه ديال الريوس وانا بداوك معاهم دابا دي 7 سنين. الدراري كيعاودوني الحومه والحومه تقليديه والحومه شعبيه يعني باقيين الدراري ديال الحومه كيعجبهم يديروا هذا الشيء هذا الامبيونس هذا كيعجبهم شويه النشاط الانسان يعني كيجمع بعضه باش كتحس حتى بالاجواء ديال العيد. اول مره عيد اليوم في المغرب وجاتني الحقيقه واعره. شوفوا هي عمري ما شديت هذه في بلجيكا هيدا في الحومه هيدا عمري ما شديتها هيدا في الحومه فهمتي دائما في لاباطوار ولا شي حاجه هيدا. هاد الحايقه راه الزريح مصلى معروف حي شعبي وبيعوا وشراو الدراري فيه الدراري غزلان اللي كيبيعوا وشريو كيدبروا على راسهم. وانتم كما كتشوفوا الاجواء عندنا هنايا فراوه فراوه باللغه الطنجاويه مرحبا بكم عندنا. الدراري فرحانه كلشي بخير الناس الحومه مزيانين هتنا كتشوف اجواء بالموسيقى بكلشي الحواله فرحانين كلشي هو هذاك كلشي كيشوط كلشي كيغني كلشي كيفرح. فهمتيني حتى الشوط كنشوطوه ب 20 درهم 15 درهم زعما عاملين مواتي الثمن فهمتيني. كاين اقبال بزاف اقبال بزاف عندنا اقبال بزاف. في الميسان الله صلي عليك يا رسول الله جل وعلا. لا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك الجديد والضغط على الجرس ليصلك الاشتراك وكذلك الاعجاب بالفيديو.